السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الفيديو الجديد حول طريقة إضافة القمر الجزائري الكومسات على أجهزة الاستقبال، لأن القمر جديد فهو غير موجود على قائمة الأقمار الخاصة بأجهزتكم. لهذا اليوم سوف أريكم طريقة يدوية لإضافة القمر. كما تشاهدون أمامكم فالجهاز الاستقبال الخاص بي غير موجود فيه القمر الجزائري، لهذا سوف أضيفه يدويا. ندخل إلى موني انستالاسيون ثم كونفيغوراسيون دونتيل كما تشاهدون، نضغط على أوكي ثم نذهب إلى أجوتي أي إضافة. نكتب درجة القمر 24، نكتب 2 ثم 4 ثم 0، هذه درجة دوران القمر. وهنا نختار الجهة سواء الشرقية أو الغربية، سوف نختار الجهة الغربية ويست، ثم نختار البند بند كي ونضغط أوكي. كما تشاهدون قد قمنا بإضافة القمر بشكل يدوي كما تلاحظون بكل سهولة. الآن سنعيد التسمية، نعيد تسمية القمر. الكومسات ثم نضغط اوكي لنؤكد الاسم، ومبروك عليكم القمر الجزائري. الان سوف نضيف التردد الخاص بالباقة الجزائرية الوطنية قناة الجيرية والارضية وقناة الثالثة ايضا. هذا هو التردد الخاص بها 12160. كما تشاهدون هذا هو التردد الخاص بالباقة الجزائرية، أول تردد على القمر بدأ البث فيه. بما أن الصحن الخاص بي غير موجه للقمر فإن الإشارة غير موجودة تلاحظون. إلى هنا أيها الإخوة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. ندعوكم للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله.